هو الدولار هيبقى ب20 ولا ب100؟ السلام عليكم، انا علي الادريسي وبرنامجكم الهبد الاقتصادي. بقالنا فتره بنسمع طراطيش كلام ان الدولار هيوصل 100 جنيه. ما تيجي اقول لك بقى على الزتونه. تعال افكرك، في 2016 اخذنا قرار التعويم، وساعتها الدولار اتغير سعره من 8 جنيه ل 16 جنيه، يعني الضعف تقريبا. وبعد كده فضل الرقم ده مكمل معانا سنين لغايه مارس اللي فات، وبالاخص يوم عيد الام وانت بتحتفل بست الحبايب، طلع طارق عامر محافظ البنك المركزي الصبر وحفل علينا كلنا بقرار لا كان على البال ولا كان على الخاطر، وراح مخفض سعر صرف الجنيه قدام الدولار، وساعتها السعر اتحرك من 15.5 ل 18.5، وبعد كده السعر فضل يزيد ووصل لحوالي 19.5، وجي بعد كده محافظ جديد بسعره الجنيه. وما تنساش ان في وسط المعمعه دي كلها طلع حد بيقول ان هو شاطر في الاقتصاد ونصحنا بان اللي معاه دولار يخلص منه، ودي جدعانه، وان الدولار عمره لا هيوصل ل 25 ولا حتى 20. المهم عمل ايه بقى يا سيدي المحافظ الجديد؟ اصدر قرار في اكتوبر اللي فات، وهو استخدام سعر صرف المال، واللي هو بيني وبينك التعويم. ومن ساعتها بقينا نسال نفسنا كل يوم، هو الدولار هيبقى بكام النهارده؟ وجت علينا فتره كل واحد بيسعر الدولار بمزاجه، بتوع العربيات شايفينه ب 30، وبتوع الذهب شايفينه 32، لكن البنوك كانت بتتعامل ب 24.5 جنيه، لحد ما صحينا في يوم ولقينا الدولار راكب الصاروخ ومحدش ملاحق عليه، ووصل ل 33 جنيه مره واحده، يعني مليون جنيه حوالي 30,000 دولار. بس السعر دوت ما كملش معانا ساعات ورجع تاني، بس ثبت عند حوالي 30.5 جنيه. وده ليه؟ لانه تم ضخ حوالي 750 مليون دولار في سوق الانتر بانك، على عكس الحد اليومي اللي كان تقريبا 150 مليون دولار. ولعلمك ده من ضمن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي اللي بتنص ان البنك المركزي من حقه التدخل في حالات التقلبات المفرطه في سعر الصرف. السؤال بقى، هو هيزيد الفتره الجايه وهيبقى ب 100 ولا هيقل وهيوصل 20، ولا كله بيهبد وخلاص؟ بص يا سيدي، اختلفت التوقعات بين المؤسسات الاقتصادية وخبراء الاقتصاد وحتى بين الهبلين. وطبعا مش هقولك انها شاطر في الاقتصاد ولا حاجة، انا هعرفك المشهد الاقتصادي الحالي. بحسب تقرير لوكالة بلومبرج، اكدت انه من المتوقع ان يبلغ الدولار حوالي 34 جنيه بنهاية الشهر الحالي. وخليني اقولك ان استمرار رفع سعر الفايدة من جانب الفدرال الامريكي بيساهم بشكل مستمر في رفع سعر صرف الدولار عالميا، وده قرار بيتخذه البنك الفدرالي الامريكي للسيطره على معدلات التضخم عندهم، في حين استطلاع وكاله رويترز اكد انه هيبقى في ارتفاع لسعر صرف الجنيه امام الدولار، وهيوصل لحوالي 26 جنيه بنهايه يونيو 2023، قبل انخفاضه مره ثانيه لغايه لما هيوصل لحوالي 28.5 في يونيو 24. ولازم تبقى واخد بالك ان كل ما الجنيه قل، او زي ما انت بتقول ان الدولار زاد، انه بيزود معاه حاجات كتير جدا، اولها البنزين، واخد لي بالك انت؟ وطبعا الغلاء مش هيقف عند البنزين وبس، ده اكلك وشربك ومواصلاتك وكل حاجه، لغايه لما ربنا ينفخ في صوره الجنيه. وبعيدا عن الهبد، تعالى اقول لك بقى على الخمس مصادر الاساسيه للنقد الاجنبي للاقتصاد المصري، واللي هم تحويلات المصريين من الخارج والصادرات وقناه السويس والسياحه والاستثمار الاجنبي المباشر. تعالى بقى نبص على الارقام ونشوف البنك المركزي بيقول ايه. بيقول لك يا سيدي، حصل ارتفاع في اجمالي حصيلة التدفقات النقد الاجنبي لمصر بحوالي 34%، بما يعادل 26.4 مليار جنيه، وده مقارنة بالعام المالي 19-20. ووصلت حصيلة النقد الاجنبي من مصادر خمسة ل 102.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل تقريبا 76.1 مليار دولار في العام المالي 2021. تعالى بقى نرجع لسؤالنا الاساسي، هو في امل ان الدولار يبقى ب 20 ولا امل ماتت وشبعت موت؟ طبعا في امل لما نعالج مشاكل السياحه في بلد فيها تلت اصايل العالم، ونعرف ازاي نعمل ضيوف في بلدنا، وكمان تشتغل على زياده الانتاج وجودته سواء كان من زراعه ولا صناعه، ويبقى فيهم نفس حقيقيه في السوق تقوي اقتصادنا. وما تنساش اخواتنا في الخارج من مبادرات وتسهيلات اللي تزود استثماراتهم في بلدهم وتحافظ على فلوسهم اللي عملوها في الغرب، وده محتاج فكر جديد ازاي تفيد قبل ما تدور ازاي تستفيد منه. ما تنساش ان بلدنا فيها فرص استثمار كتير وبعائد ممكن يكون اكبر من دول كتير منافسه، لكن محتاجين نسوق للفرص الاستثماريه دي بمعلمه وبشياكه، ومش لازم تقول له ان انت محتاج دولار.
اتمنى اكون وصلت لك المعلومه، بس الموضوع كبير وهتكلم فيه كتير، وده بحر وكلنا نزلنا فيه. استنوني في حلقه جديده وهبده جديده. انا علي الادريسي، وده برنامجكم الهبده الاقتصادي. سلام عليكم.